بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم يا شباب. احنا بنكمل مع بعض شابتر 17 اللي كان بعنوان Being an Effective Leader. كنا وصلنا لغاية Part 2 في مجموعة الفيديوز دي، واللي اتكلمنا فيها عن Contingency Leadership Theories اللي كانت بتفترض ان مفيش Leadership ستايل واحد يمشي مع كل situations، لا لازم بحاول بقدر الامكان ان انا اشوف ايه situations اللي محتمل تواجدها في اي organization وايه هو الليدرشيب ستايل المناسب ليها. ودرسنا مع بعض او قلنا مع بعض ان انا عندي 3 models مشهورين تحت الكاتيجوري ده بتاع situational leadership او تحت الكاتيجوري بتاع contingency leadership، اللي هو الفيدلر موديل والهيرسي بلانش اند بلانشارد موديل والباث جول ثيري. في فيديو في بارت 2 اتكلمنا عن ذا فيدلر موديل. طبعا بارت 1 يا شباب اتكلمنا فيها عن الايرلي ثيريز للليدرشيب، واللي اتكلمنا فيها ليت تريت سيريز وبيهيفير ثيري، خلاص احنا اتكلمنا فيهم وخلصناهم. دلوقتي هنتكلم على الكونتينجنسي ثيري وبالاخص الهيرسي اند بلانشارد ثيري. طيب لو علشان نفهم الهيرسي بلانشارد ثيري، تعالوا نعرف مع بعض او نفتكر مع بعض هو فيدلر كانت ايه مشكلته، ايه الكريتيزيزم اللي اتوجه ليه. فيدلر يا شباب اتوجه له كريتيزيزم مهم، ان هو افترض خطا ان الليدر ليه ليدرشيب ستايل واحد بس، ما بيغيرش الستايل بتاعه، ولو البرفورمانس بتاعه كان قليل الليدر ده في اي سيتويشن، انا حاجه من الاثنين، يا بغير الليدر تماما وبجيب ليدر مناسب للسيتويشن، يا اما بغير السيتويشن، يا اما بغير السيتويشن علشان يبقى ماتشد مع الليدر اللي معايا. طيب هيرسي وبلينشور بقى قالوا لا، قالوا انا الليدر عنده قدره انه يغير او يتحرك او يبدل ما بين اكتر من ليدرشيب ستايل، عنده كذا ستايل يغير ما بينهم حسب السيتويشن. تعالوا نبدا مع بعض نعرف الهيرسي اند بلانشارد ثيري، واللي اتسمت سيتويشنال ليدرشيب ثيري، واللي هي اصلا بعد كده اتسمت باسمها الكاتيجوري دي كلها اللي هو الخاص بالكونتينجنسي ثيريز. طيب الهيرسي اند بلانشارد ثيري جيند ا سترونج فولوينج امونج مانجمنت ديفلوبمنت سبيشالست، كان ليها شعبيه كبيره جدا. هيرسي اند بلانشارد ثيري فوكس اون ذا فولورز ريدنس. هنا بقى يا شباب بدات هتهيكل السيتويشن ازاي؟ ايه شكل؟ خلي بالكم هناك لما كنا بنتكلم عن فيدلر حط 3 دايمنشنز للسيتويشن، هنا لا بقى، هنا ما اتكلمش عن السيتويشن، اتكلم على الفولورز اللي موجودين. هو في الاخر قال هو الليدر بيغير ليدرشيب ستايل بتاعه بناء على الفولورز اللي هم، يعني ايه في الفولورز بقى؟ على الريدنس بتاعهم، استعدادهم. يعني ايه الريدنس يا شباب؟ الريدنس بالنسبه له ذا اكستنت ويتش بيبل هاف ذا ابيليتي and willingness to accomplish a specific task. قد ايه الناس اللي المفروض الليدر ده هيديرهم عندهم الابيليتي وعندهم الويلنجنس ان هم يعملوا accomplishment ل specific task، قد ايه هم عندهم استعداد وعندهم قدره ان هم يعملوا تاسك معينه. وده يا شباب بيأكد reality بتأكد عليها situational leadership theory ان the followers who accept or reject the leader. ودي اتكلمنا عليها في الشابتر الخاص بالاورجنايزنج، ان في الاخر الاثوريتي بتاعت اي ليدر هو جايه من ان الفولورز قبلوه، بما ان الفولورز مهمين بالشكل ده فانا على اساسهم بغير الليدرشيب ستايل الخاص بي. طيب ايه هي مستويات الريدنس اللي عندي بناء على الابيليتي والويلنجنس؟ عندي 4 ستيجز اوف فولورز، 4 ستيجز اوف فولورز. اول ستيج هي عباره عن ان الفورورد ده unable and unwilling، لا عايز يشتغل ولا بيعرف يشتغل، unable and unwilling اللي هي R1. people are both unable and unwilling to take the responsibility for doing something. forwards aren't competent or confident. competency جاي من ان هو unable، والconfident جاي ان هو unwilling. يعني هنا هنتكلم مع بعض، هنشوف مع بعض قدام ايه الليدرشيب الستايل، الليدرشيب ستايل المناسب اللي هشتغله مع الناس اللي لا ليها مزاج تشتغل ولا بتعرف تشتغل. طيب R2 اللي هو بقى الليفل الثاني او الستيج الثاني، ان people are unable، لسه مش عارفين يشتغلوا but willing، بس عايزين يشتغلوا.
عايزين يشتغلوا. طيب are to able and unwilling. People are able but unwilling to do what the leaders want. Followers are competent. عندهم الكومبتنسي جادرين but don't want to do something. بس ما لهمش مزاج يشتغلوا. آخر مستوى إن هو able and willing. يعني عايز يشتغل وبيعرف يشتغل. يبقى أنا هنا كده بمنتهى البساطة situational leadership theory قالت إن أنا الليدرشيب ستايل بتاعي هيتغير بناء على الفولورز. ايه بقى في الفولورز؟ الفولورز عندي اربع انواع من الفولورز. واحد unable and unwilling، لا عايز يشتغل ولا بيحب يشتغل، لا عايز يشتغل ولا بيعرف يشتغل. الليفل الثاني او الكاتيجوري الثاني من الفولورز unable and willing. unable and willing خلاص، able and unwilling and finally able and willing. ده بالنسبه للريدنس. هفكركم يا شباب ان الكونتينجنسي سيري معظمها بيحدد لي سيتويشنز، بعد كده يحدد لي ايه؟ يحدد لي ليدرشيب ستايلز. طيب كده عرفنا سيتويشنز الاربعه ايبل ويلنج والكلام اللي احنا قلناه. طيب ايه بقى ليدرشيب ستايلز؟ اي ليدرشيب ستايلز انا هحددهم بناء على تو دايمنشنز زي بالظبط ما فيدلر عمل. يعني نفس الدايمنشنز اللي اتكلم عنهم فيدلر اتكلمت عليهم برضو النظريه بتاعه سيتويشنال ليدرشيب ثيري، بس بديتيلز اكتر شويه. ازاي؟ قالت انا برضو عندي تاسك اورينتد وعندي ريليشن شيب بيهافير. يعني حد بيهتم بالتاسك، حد بيهتم ان انا احقق التاسك بتاعتي، والتاني بيهتم ان انا لا اهتم بالريليشن شيب بيهافير مع الناس بتوعي، واهتم بالعلاقات وان انا يعني اديهم رعايه والكلام ده كله. لكن هنا بقى اللي ميز هيرسي وبلينشورد ان هم they take further step by considering each as either high or low and then combining them into four specific leadership styles described as followers. بدأ يقول طيب انا عندي task oriented، عندي حد task oriented وحد not task oriented. حد بيهتم بالشغل والعمل وانه يحقق نتائج، واحد ما بيهتمش، واحد او مش ما بيهتم ما بيعملش يعني behavior بيوجه للتاسك. خلي بالكم يا جماعه عشان تبقى الدنيا هنا واضحه اكتر. لما اقول ان في حد تاسك اورينتد يعني في حد يقول له ايه، بص خلص الشغل دي وماليش دعوه، انا عايز اخلص الشغلانه دي. تاسك اورينتد لا، ما بيركزش قوي على الشغل. هنشوف بيركز على ايه تاني. ما بيقولوش لا اعمل لي الشغلانه بالشكل الفلاني، مش تاسك اورينتد. فانا عندي حد تاسك اورينتد او حد عندي ايه نوت تاسك اورينتد، حد ريليشن شيب بيهافير يخلي باله ويراعي ويطبطب ويدلع، وفي حد تاني لا نوت ريليشن شيب بيهافير. لما حطوهم في ماتريكس اصبح عنده فور ليدر شيب ستايلز، واحد هاي تاسك اورينتد ولو ريليشن شيب بيهافير، حد هاي اند هاي تاسك اورينتد وهاي ريليشن شيب بيهافير، والى اخره الاربعه اللي قدام حضراتكم دول. هنعرف مع بعض دلوقتي ايه معنى الفور ليدر شيب ستايلز دول. قال تعالى التيلينج ستايل ده، الليدر اللي بياخد التيلينج ستايل ده شخص بيدي اوردرز. تيلينج ستايل ليه؟ بص مهتم جدا بالتاسك لكن مش مهتم بالعلاقات. يعني مدير في الشغل يقول للناس انا عايز التاسك دي تكون عندي بكره الساعه 8 الصبح. طيب يا فندم عندنا تاسك تانية، عندنا ظروف، عندنا بكره كريسماس، عندنا بكره عيد، عندنا بكره كذا، انا ماليش دعوه، انا عايز بكره ان شاء الله يكون عندي الايه، عندي التاسك دي موجوده الساعه 8 الصبح على مكتبي، ولو ما حصلش هيبقى في 1 2 3 4، او لو حصل يبقى في موتيف 1 2 3 4. ده تيلينج ستايل. التيلينج ستايل هاي تاسك اورينتد اند لو ريليشن شيب اورينتد. طيب لما نشرح التيلينج ستايل هنلاقي ان هو the leader defines roles and tell people what how when where to do various tasks. ده التيلينج ستايل، بيؤمر اعملوا دي وماليش دعوه، شايف ده مهتم بالتاسك مش مهتم بالريليشن شيب. اوكي طب السيلينج ستايل بقى، سيلينج ستايل، سيلينج ستايل هنشوف ان هو ايه، هاي تاسك هاي ريليشن شيب. لا ده مهتم انه يحقق التاسك بتاعته وكمان مهتم بالريليشن شيب، عشان كده بنسميها سيلينج. ليه؟ هو كده كده بيقول لهم اعملوا دي بس بيحاول يقنعهم، عشان كده بنسميها سيلينج، بيبيع لهم الفكره بتاعته. سيلينج ستايل، سيلينج ستايل هاي تاسك اند هاي ريليشن شيب، ده الستايل اللي بياخده الليدر when provides post directive and supportive behavior. خلي بالك ال directive behavior اللي هو task oriented، supportive behavior اللي هو relationship behavior. بيقول لهم يعملوا كذا وبيطبطب علشان خاطري، يعملوا كذا عشان خاطري.
اعملوا كذا وهديكم بعد بكره اجازه، اعملوا كذا ودي تبقى اخر مره اطلب منكم، هتقل عليكم في الشغل تاني. فسيلينج بيهيفير، سيلينج ستايل بيهيفير. طيب البيهيفير الثالث بقى والبارتيسيبيتنج ستايل بقى، القائد الثالث، بصوا الريليشن شيب بيهيفير عالي، بيهتم جدا بالناس بس اهتمامه بالتاسك اقل شويه. يعني بيهتم انه يراعي الناس ويشوفهم هم عايزين ايه، ياخد رايهم، ايه رايكم نعمل الشغل دي ازاي، تحبوا تعملوها امتى، بيعملهم بارتيسيبيتنج. ليه؟ عشان هو يهمه جدا الريليشن شيب، هو عنده قناعه الستايل ده ان الناس لما هيريحهم هي اوريدي هيحققوا التاسك. فبالتالي البارتيسيبيتنج ستايل لو تاسك اورينتد اند هاي ريليشن شيب، الشخص ده ذا ليدر اند ذا فورورد شير ان ديسيجن ميكينج، ذا مين رول اوف ليدر از فاسيليتيتنج اند كوميونيكيتنج، بيعمل مع الناس كوميونيكيشن. طيب الستايل ده بقى الديليجيتنج ستايل اللي هو النمط التفويضي، النمط التفويضي ده لا هو تاسك اورينتد ولا هو ريليشن شيب بيهيفير، هو هنا عارف اللي هو يقول لك خلصت الموضوع ده، ما قالكش اعمله ازاي فهو مش تاسك اورينتد، ولا قالك عشان خاطر هو الموضوع ده معاك خلاص، هو انت هو عارف ان الستايل بتاعك هنا او الستايل المناسب ليك المناسب للفولورز بقى هو الديليجيشن، ان يعملوا تفويض، الموضوع ده معاك خلصولي، مش يدخل معاه في ديتيلز، لو دخل معاه في ديتيلز للشغلانه اصبح تاسك اورينتد، ولو قعد يعملوا بارتيسيبيتنج وياخد ويدي معاه اصبح ريليشن شيب بيهافير. الديليجيتنج ستايل هو لو تاسك اند ريليشن شيب، لا بيعمل حاجه فيها تدخل في طريقه الشغل نفسها فهو مش تاسك اورينتد، ولا بيديله نقدر نقول سبورتيف بيهافير فهو مش ريليشن شيب بيهافير. فالديليجيتنج ستايل ذا ليدر بروفايدز ليتل دايركشن اور سبورت، مش مدي ده ولا ده. هنشوف مع بعض يا شباب ان الافضل ان مفيش واحد من دول هو الافضل، هو في واحد مناسب لمين، في واحد مناسب لمين، وهتشوفوا ان ده علشان كده هتلاقوا ان الموديل دي او الموديل الخاص بالستريشنال ليدرشيب موديل هو من المودلز المشهوره جدا، لان هي حاجه عقلانيه قوي، يعني حاجه هتلاقيها دخلت الدماغ بسهوله، اقتنعت بيها. طيب اصبح عندي فور ليدرشيب ستايلز. خلي بالك بقى الفكره نفسها بتاعت الستريشنال ليدرشيب ستايل، ان هي قالت خلي بالك العلاقه ما بينك انت كليدر وبين الفولور زي بالظبط علاقه الاب بابنه، ان هو كل ما الابن بيكبر، خلي بالك ركز معايا في الحته دي، كل ما الابن بيكبر كل ما هتلاقي يعني الدايركتيف ستايل اللي هو اعمل وما تعملش بتقل، خلاص ما هو بيكبر بقى الابن، وفي نفس الوقت برضه السبورتيف بقى اللي هو بيطبطب ويدلع برضه بتقل. عشان كده لما نرجع هنا هنلاقي ان هنا اخر ستايل معانا هو لا بيديله لا تاسك اورينتد ولا ريليشن شيب ولا ريليشن شيب بيهافير اورينتد، هو مطمن خلاص على ابنه ده ان هو دلوقتي اقدر افوضه واسيبه يشتغل مع نفسه، هيحقق التارجت مع نفسه خلاص لوحده، هيعرف يعافر في الحياه لوحده. فالعلاقه ما بين الليدر وما بين الفولور بالظبط هنا في النظريه دي عامله العلاقه بين الاب وابنه. فهنا قال situational leadership theory essentially view the leader follower relationship as like the parent and child relationship. Just as a parent needs to relinquish control when child becomes more mature and responsible, so too should leaders. زي بالظبط ما كل ما الشخص بيكبر بيبدأ ان هو يفك من ابوه شوية كده بيحصل نفس الكلام مع leaders. As followers reach a higher level of readiness, ما هو اعلى مستوى من readiness هو ان هو able and willing. فهو لا محتاج ان هو اديله سبورت ولا محتاج ان انا اديله دايركشنز، لان هو ايبل فمش محتاج سبورت، ولا هو انويلنج فمحتاج ان انا اديله اي دعم تاني في الريليشن شيب بتوين الليدر اند فولور. فعشان كده العلاقه عامله زي الاب وابنه، كل ما الماتيور بيزيد بتاع الفولور كل ما ببدا افك شويه الكنترول، واحضر حاجه بفك فيها الكنترول هو الايه الديليجيتنج ستايل اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه. طيب كده اصبح عندي يا شباب، خلي بالكم بقى تقفيله النظريه دي كلها الثيري دي في السلايد دي. ليه؟ اول حاجه جت النظريه دي قالت لنا في عندي فور ليفلز
افريدنس تو فولورز، صح كده؟ عندي اربع مستويات من الاستعداد للفولورز اللي هم دول: unable willing, unable willing, able unwilling, able unwilling. خلاص كده، دول كده ايه، دول اربع مستويات، وعندي اربع ستايل. الشطاره بقى هنا، ودي بقى اللي الثيري دي اتكلمت فيها، ازاي الليدر هيختار الليدر شيب ستايل اللي يطلعه مع كل واحد. طب ما تيجي نفكر مع بعض كده، نتكلم كده مع بعض كده. لو انا عندي واحد من الفولورز بتوعي، حد من التيم بتاعي، هو unable and unwilling، لا عايز يشتغل، لا عايز يشتغل ولا بيعرف يشتغل، ايه انسب طريقه من الطرق دي؟ اديله تيلينج ستايل على طول. هو ده على فكره، لو انت قعدت تدردش معاه وتحاول تعمل معاه بارتيسيبيتنج، او تحاول تقنعه، او تبقى مصيبه لو عملته ديليجيشن، ده هيضيع لك شغلك. تعالى كده تخيل واحد كده unable and unwilling وعملته ديليجيشن، بقول لك ايه الموضوع ده معاك، هو اصلا لا بيعرف يعمل الموضوع اللي انا طلبته منه، ماشي، ولا ليه مزاج. هيجي تاني يوم هسأله عملت الموضوع فين، هيقول لي اني موضوع، عارفين الاول الفيلم، هيقول لي انهي موضوع طلبته مني. فتبقى مصيبه لو عملت له، لو اشتغلت مع الشخص ده اشتغلت معاه بالديليجيشن، وهيتعبني جدا از ليدر لو اشتغلت معاه بطريقه البارتيسيبيتنج، لانه هي ببساطه كده هيستهبل، هيستعبط، يقول لي لا مش ينفع الشغلانه دي، لا مش، ما هو اصلا خلي بالك هو unwilling، هو مش بدك يشتغل. فكل ما عامل معاه بارتيسيبيتنج هيطلع لي ايه؟ ما في، خلي بالك، في حد بيطلع لك حل لكل مشكله، في واحد تاني بيطلع لك مشكله لكل حل. الشخص الانويلنج ده هيطلع لك مشكله في كل حل، كنت قلت طب اعمل، طب تعالى بكره، يقول لك لا والله ده بكره هيبقى الدنيا مطر، طيب معلش طب اعملها النهارده اما تمشي، لا والله ضروري انا النهارده عندي ميعاد دكتور. البارتيسيبيتنج معاه هيتعبك لان هو انويلنج. والسيلنج معاه اهم، السيلنج ليه هو برضو في سكه، بحاول مش هعرف اقنعه طول ما هو انويلنج. فبالتالي الشخص ده الانيبل ان انويلنج، افضل حاجه ليه ان انا اكون ايه، اكون حازم جدا معاه. الستايل اللي فيه حازم اللي هو التيلنج ستايل، لو سمحت سلم لي الموضوع ده بكره الساعه 8 الصبح علشان يحصل 1 2 3 4 تيلنج ستايل. طب هل ينفع اعمل التيلنج ستايل ده مع حد من الباقيين دول؟ ما ينفعش. التيلنج ستايل ده هو مناسب للناس دي بس، انيبل اند انويلنج. طيب نفس الفكره، طب لو في حد بقى انيبل برضه لسه زي ما هو ملوش مزاج ما بيعرفش يشتغل، هو انكومبتنت، ملوش ما بيعرفش يشتغل بس ويلنج، لا عايز يشتغل، هنا بقى ده اللي ينفع تعمل معاه السيلنج ستايل. هو ده لما تيجي تقنعه بحاجه هيقتنع ليه، هيشغل دماغه لان هو اصلا ويلنج. هو هنا هو لسه ما بيعرفش يشتغل، بس كون ان هو ويلنج لما تيجي تحاول تقنعه بفكره، طب انت ليه ما اشتغلتش مع بارتيسيبيتنج؟ فكره بارتيسيبيتنج دي يعني انا محتاج اخد ودي معاه، هو ما عندوش اللي يدهوني، هو لسه انيبل، مش هينفع اقول له ايه رايك تعمل الشغلانه دي ازاي، واصلا الابيليتي بتاعته قليله، الابيليتي بتاعته قليله، عشان كده افضل حاجه السيلينج، انا ببيع له فكرتي، عشان كده السيلينج ستايل مناسبه جدا للانيبل اند ويلنج. طيب البارتيسيبيتنج ستايل مناسب لمين؟ للايبل اند انويلنج. بارتيسيبيتنج ستايل محتاج عشان يبقى بارتيسيبيتنج اخد ودي مع الشخص، لازم يبقى عنده هو اللي اخده منه، عنده النوليدج، عنده السكيلز، عنده الكومبتنسز اللي اعرف اخدها منه، عنده الاكسبيرينس، يعني لازم يكون هو ايبل عشان اشتغل معاه بالبارتيسيبيتنج، فلازم يكون هو ايبل. فبالتالي البارتيسيبيتنج، طب انا ليه اشتغلت بارتيسيبيتنج مع شخص انويلنج؟ علشان لما هشاركه احتمال المشاركه دي، احتمال مشاركتي دي تعلي الويلنجنس، هيحس ان انا كليدر مقدره، عشان كده قال البارتيسيبيتنج ستايل مناسب جدا مع شخص يكون ايبل اند انويلنج. الديليجيتنج ستايل مناسب مع مين؟ مع شخص ايبل اند ويلنج، ايبل اند اند انويلنج، سوري اند ويلنج، حد بيعرف يشتغل وعايز يشتغل. خلي بالك الشخص الايبل اند ويلنج لو اشتغلت باي طريقه من دول هتخسره. ليه؟ شخص بيعرف يشتغل وعايز يشتغل، لو تيجي تشتغل معاه بتيلنج ستايل انت خسرت، تقول له اعمل دي وتعالى الساعه 8 الصبح تكون عملت 1 2 3 4 10، هيقول لك يا عم انت ما تديش تفاصيل، قول لي انت عايز ايه. لو قلت له بكره عايزك تيجي 8 الصبح وتوصل المكتب عندي كلمني، اول ما توصل يقول لك ليه انت عايز بكره تعمل ايه، انت عايز تيجي لك بكره بدري ليه، وعايز يعرف اللي وراه ان هو اصلا الابيليتي بتاعته عاليه. لما تيجي تديله الطريقه بتيلنج، لو الشخص هو ايبل اند ويلنج واديته تيلنج هيتضايق منك،
ولو جيت تعمل له سيلينج بتبيع له فكره، هو هتبيع له فكره، هو الفكره اصلا عنده لان هو ايبل. لو جيت تعمل له بارتيسيبيتنج ده انا بعمله عشان اعلي الويلنجس، هو اوريدي الويلنجس عنده عاليه. فالفكره يا شباب بتاعه السيتويشنال ليدرشيب ثيري قايمه على ان مفيش ليدرشيب ستايل واحد مناسب للناس كلها. لا، الليدر ده هو شخص كومبتنت انه يغير ليدرشيب ستايل بتاعه حسب السيتويشن. السيتويشن ده اللي بيحدده الايه الفورورد ريدنس اللي هم الاربعه اللي احنا قلنا عليهم. بكده احنا وصلنا لنهايه الموديل ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه هيرسي اند بلينشر ثيري، اللي هي سميناها بعد كده ايه؟ سيتويشنال ليدرشيب ثيري، اللي بتقول لنا بمنتهى البساطه ان الليدر بيغير الستايل بتاعه حسب الريدنس، والريدنس دي عباره عن الابيليتي والويلنجنس، والليدرشيب ستايل بتاعه الليدر دي بتتحدد حسب التاسك ريليشن شيب بيهيفير، ولما بنحطها في ماتريكس بتطلع لي فور ستايلز اللي احنا شرحناه. ده ملخص واحده من اهم الليدرشيب ثيريز اللي موجوده في الكاتيجوري بتاع الكونتينجنسي ليدرشيب ثيريز. طيب لما نقف نشوف وصلنا لغايه فين دلوقتي، تعالى يعني لو حبينا نقفل الكونتينجنسي مودلز، احنا قلنا عندنا في الكونتينجنسي موديل 3 مودلز. فيدلر موديل اللي اتكلمنا فيها، اللي قلنا عليها ان هو افترض ان الليدر ليه ستايل واحد بس ما بيعرفش يغيره، وبالتالي كل ليدر ليه ستايل، عندنا فورست عندنا كذا ستايل بس كل او هو او فيدلر قاعد فيه 2 ستايلز، لكن الشخص التاسك اورينتد ما ينفعش يبقى ريليشن شيب اورينتد، والشخص الريليشن شيب ما ينفعش يبقى تاسك اورينتد، وبالتالي ده مناسب سيتويشنز وده مناسب سيتويشنز ثانيه. ولو حصلت عندي بيرفورمانس، لو حصل عندي بيرفورمانس جاب، يا بغير السيتويشن يا بغير الايه، يا بغير الليدر، لكن ما ينفعش اغير ليدر شيب ستايل. هيرسي اند بلينشر قال لا، قال الليدر هو كومبتنت ان هو يغير الستايلز بتاعته حسب الايه، حسب السيتويشن، والسيتويشن ده الاساس بتاعه هو الفورورد ريدنس اللي هي بتتحدد بالابيليتي والايه والويلنجنس. وقالوا لي وقال لنا على اربعه ريدنس ستيجز، وقال لنا على اربعه ليدرشيب ستايلز واتكلمنا عليهم. كده احنا خلصنا الفيدلر موديل وخلصنا الهيرسي بلينشر. الباث جول تعالى ناخده بشكل سريع بقى. الباث جول موديل عامل واحد اسمه روبرت هاوس. روبرت هاوس قال بمنتهى البساطه ان وظيفه الليدر انه يختار ليدرشيب بيهيفير، ليدرشيب ستايل يوصل الناس للاوتكم او الجولز بتاعته. عشان كده سماها باث جول، ان هو انا هدفي ان انا اوصل الناس بالبيهيفير بتاعي انا، ليدرشيب ستايل بتاعي انا، اوصلهم للاوتكم معين او جول معين. فقال ذا ليدرشيب از تو اسيست فولورز ان اتينينج ذير جولز and to provide direction and or support needed to ensure that their goal are compatible with the goal of the group or organization. طيب عشان يوصل بالناس من هنا لهنا، عشان يوصل الناس من هنا لهنا، واللي هو عشان كده سميناها زي ما اتفقنا الباث جول، ان هو زي ما واضح كده قدام حضراتكم، the term path goal is derived from the belief that effective leaders remove the road blocks اللي هم هنعرفهم الاثنين دول and pitfalls so that followers have a clear path to help them get from where they are to the achievement of their work goal. طيب ايه بقى اللي بدا يقول؟ طيب هو دلوقتي عندنا اربعه leadership behaviors اللي هم directive والsupportive والparticipative والachievement oriented، دول four styles. ازاي هيختار ليدرشيب ستايل ده المناسب عشان يوصل الناس بالاوتكم؟ قال بناء على قال الكلام ده، في عندي تو سيتويشنال كونتينجنسي فاريبلز ذات مودريت ذا ليدرشيب بيهيفير اوتكم ريليشنشيب. العلاقه دي بيتوسطها تو كاتيجوريز من الفاريبلز. الفاريبل الاولانيه خاصه بالانفايرمنتال كونتينجنسي فاكتورز، يعني في فاكتورز خاصه بالانفايرمنت بتاعتي، هي نفس الفكره، هي الانفايرمنت دي، التاسكس اللي فيها ستراكشرز ولا لا، الاثوريتي فيها فورمال ولا لا، والشكل الجروب بتاعي شكله عامل ازاي، الورك جروب شكله عامل ازاي. احنا انا الموديل ده عايز بس حضرتك تبقى فاهم الفريم بتاعه الرئيسي، لكن ما تدخلش، مش هندخل فيه قوي زي الموديل اللي فات بتاع سيتويشنال او حد بتاع فيدلر، لان هو ما اضافش كتير يعني.
وتاني كاتيجوري خاصه بالسبوردنت اللي هو لوكس اوف كنترول والاكسبيرينس والبرسيفد ابيليتي. خلي بالك لو انت حسيت الباث جول ثيري هتلاقي ان هي حاولت تاخد من الفيدلر موديل وتاخد من السيتويشنال والثيري اللي هي بتاعت هيرشي، وبالتالي هي حددت لنا الاربعه دول وقالت المفروض انا اختار ما بينهم. مش عايزك تعرف اكتر بس في الموديل ده، مش عايزك تعرف اكتر من ان هي حددت اربعه بيهيفير، هو دايركتيف والسبورتيف والبارتيسيبيتيف والاتشيفمنت، وقالت ان المين جول للليدر ان هو يعمل سبورتنج للفوروردز تو اتشيف ذير جولز، وان هي حطت تو كاتيجوريز للكونتينجنسي فاكتور الانفيرومنتال والسبوردنت كونتينجنسي فاكتور. هنقف هنا مع بعض في الجزء ده اللي حاولنا فيه ان احنا او قفلنا فيه الجزء الخاص بالكونتينجنسي سيريز اللي هي بتحكي بتقول ايه الليدرشيب ستايل المناسب في كل سيتويشن. شكرا لحضراتكم بالتوفيق وربنا يوفقكم ان شاء الله دايما، شرفتوني. واي حد عنده اي كويستشن يكتبه لي هنا في اليوتيوب، يبعته لي على الايميل اللي موضحه لحضراتكم وانا هجاوب عليه فورا، وان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظن الجميع. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.